اللي حاب يشتري كونز يا شباب، فيفا كونز أونلاين يبيع للبلاي ستيشن 4، الاكس بوكس 1، البلاي ستيشن 3، الاكس بوكس 360 كونز بأسعار جميلة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ شو الأخبار؟ معكم أخوكم بدر مستر فيفا السي. أعتذر على التأخير لأن نزلت لكم لا مقاطع لا على البلاي ستيشن 4 وعلى الاكس بوكس 1، فمعذرة كنت مسافر، والله ما جيت إلا البارح، لكن أبشر إن شاء الله بالمقاطع الجاية. أكثر سؤال يجي الفترة هذه، كيف أنقل اللعيبة أو أنقل الكوينز أو أنقل لاعبي حق البرو كلب البلاي ستيشن 4 أو الاكس بوكس 1؟ الشغلة بسيطة يا صاحبي، إنك تدخل إن شاء الله بنفس الاي دي حقك حق البلاي ستيشن أو حق الاكس بوكس، نفس الاي دي اللي هو نفس الايميل والباسورد، بعد ما تسوي ساين إن تشغل فيفا. إذا شغلت فيفا إن شاء الله ودخلت على الألتيميت تيم أو جيت تسوي كونكت للسيرفر حق EA، راح يطلب منك إنك تسوي جواب سري لحسابك في أوريجن، أعتقد اسم موقع أوريجن كذا أو أوريجن، ما أنا متأكد من الاسم. فبعد ما تسوي هناك الجواب السري، طبعا تسوي داخل اللعبة نفسها زي الآن في الشاشة الآن طالع عندك، إني لازم طبعا أول شيء على فكرة بيجيكم ذا الجيم تقدر تطلع، ما يحتاج إنك تكمل. فبعد ما تطلع وتدخل على يبي يسوي كونكت للسيرفر، يبي يطلع لك الخيار إنك لازم تحط جواب وسؤال سري لحسابك في أوريغن. فهنا حطيت سؤال وحطيت جواب، فتأكد من هذه وحاول تكفى أنك ما تنسى، سجلها بورقة إذا بغيت، خليك زي الشياب سجل بدفتر بس أهم شيء لا تضيع، لا تجي بكرة وتقول ضاع أو حطيت شيء وهمي أو حطيت شيء ماني متأكد منه، حط جواب أنت متأكد منه واحفظه طبعا، لأنك راح تحتاجه بعدين 100%. فبعد ما تسويها إن شاء الله بإذن الله وتدخل على السيرفر، راح يسجل عادي وراح يجيب لك احصائيتك كامله، سواء نتائجك في المواسم واحصائياتك، سواء ترتيبك والكوينز واللاعبين، كلها. حتى لاحظ هنا ماخذ السيتنجز حقتي، وحط لي حط الفريق برضه، وهنا برضه انا ما احب اني اسوي شيء للنتائج. فعلى فكره حتى وش اسمه، اللهم صل على محمد، الكاتالوج دي حقت اللي انت شايف تحت، شايفين لاحظ قال لك فيفا التيمت تيم والسيزن حقتك كلها راح ينقلها معك، والاشياء اللي فتحت الاطقم والجزم الله يكرمكم والكور وغيرها، هذه كلها راح تنتقل معك ان شاء الله الى فيفا 14. لاحظ ترى ما سويت شيء، انا بس دخلت بنفس الاي دي حقي، الى الان ما طلب مني اي شيء. لكن ان جيت تدخل على الالتيمت تيم، وتوقع هذا الله يعينكم يا شباب في بعضه بيصير مشكله عنده، اللي هي هنا بيطلب منك السؤال السري، الجواب السري اللي انت قد حطيته في 13 او في 12 او في 14 حتى، فهذه مهمه، فلازم تحط الجواب السري. بعد ما تحطه ان شاء الله راح تدخل كانك داخل على البلاي ستيشن 3 او على الاكس بوكس 360، بتلقى نتائجك كامله وبتلقى الكوينز كامله واحصائياتك، كل شيء، كل لاعبينك واغراضك كلها موجوده هنا بدون ما تسوي شيء، فقط انك تحط الجواب السري وهو يسوي لها الربط مباشره. فبالنسبه للاعبك البرو كلب، دخلت انا على البرو كلب الان، حصلت لاعبي موجود، لكن اشك، مشكله ماني متاكد، انا كان ودي ادخل بالاكس بوكس 360 اجرب واتاكد، اعتقد ان طاقات لاعبي مختلفه. لاعبي في البرو كلب اذكر انه كان 89 او 88 اللي في اكاونت يوهو اذكر انه كان 89 87 شيء زي كذا، فاستغربت انا لقيته هنا 82 سترايكر و84 كام، فما ادري صراحه، يا ريت تكتبي في الكومنت اذا شغلتها وجربت، عطني بس هل المشكله عندي انا بس ولا عند الشباب كلهم. ففي شغله مهمه يا صاحبي، في شغله احتياطيه عشان ان شاء الله اكاونتك ما يتهكر او يخترق، تدخل على موقع oregon.com، الموقع نفسه حق اللعبه تبع EA، بعد ما تسوي ساين ان، على قولت ابو سجنن، بعد ما تسوي ساين ان تروح على البرايفسي سيتنجز، عفوا على السكيورتي، بعد ما تدخل هنا تلقى خيار اللي هو لوجن فيريفيكيشن، تسوي تيرن اون له، انا حاطه اون فعشان كذا يقول طلعت تيرن اون، فلو بتلايك تيرن اون، بعد ما تسوي تيرن اون اي مره تدخل على الاوريجن او تدخل على اي اي راح يرسل لك كود على الايميل، على ايميل ثاني انت حاطه، يرسل لك كود عليه بحيث انك انت تدخله عن طريق ذا الكود، هذه أأمن شوي، بحيث حتى لو واحد منك عرف الباسورد حق EA عشان جاي يدخل بيكون صعب عليه. فهذا بس بشكل بسيط كيف تدخل وكيف تحط الفريق والكوينز والعيال. يعطيكم العافية يا شباب، مشكورين ونراكم إن شاء الله قريب بإذن الله. السلام عليكم.